ويا نادي الزمالك. امبارح الاستاذ الكابتن حسين لبيب كان ليه تصريحات، والحقيقه الراجل ده بيتكلم بشكل رائع جدا، والمجلس الحالي عامل اداء جيد، ولكن حط ايده على نقطه مهمه جدا جدا. قال انا بحضر ان انا اعمل حفله لنادي الزمالك. فميدو بيقول له يعني طب ايه المشكله؟ المشكله في الفلوس؟ قال له لا ما عنديش المشكله، مش في الفلوس، لا المشكله ان انا مش عارف اعزم مين في الحفله، كل الرموز متخانقين مع بعض. نقطه مهمه وموجوده وواقعيه، حل ازاي؟ للاسف بيحصل في الزمالك كتير، بيبقى في مشاكل كتير، مشاكل قديمه برضه، و يعني والمشاكل على طول بتطلع بره، يعني بره، يعني اي نادي فيه مشاكل، حتى الاهلي ممكن يكون فيه مشاكل، صح، انما مفيش حاجه بتخرج بره مجلس الاداره يعني. ودي نقطه مهمه جدا. كل ما هو يعني في نادي الزمالك تفاصيل التفاصيل مطروح على الاعلام والسوشيال ميديا. بن شرقي طلب كذا وقال كذا وتاني يوم هيحصل كذا، وعايز يعني، والمساله دي بالطول. لا انا بسال حضرتك سؤال، اصل انا عايز اروح لنقطه، عايز اروح لرموز نادي الزمالك وهما بيسمعوا الحديث ده، وهما بيسمعوا الحديث ده، وهما بيشوفوا مثلا النادي الاهلي بيحتفل ببطولات ونادي الزمالك اخذ دوري من حقه يعمل حفله برضه كبيره، وبيسمعوا الحديث ده، مش لازم يبادروا بالخطوه دي مع الكابتن حسين مثلا او مع اللي موجودين دلوقتي؟ مش لازم هما من نفسهم يحسوا ازاي يعني ازاي احنا الناس او الجمهور ان يحتفل بناديه او يبقى فيه مشهد كده وتبقى واقفه ان احنا مختلفين؟ لا ده لو احنا مختلفين مع بعض وكله يبادر ان انا مستعد احضر ومستعد اجي ومستعد اكون موجود، يعني ما اعرفش افكر صح ولا غلط. لا ده شيء طبيعي. يعني هو بس الناس اللي عماله تقول انا بحب النادي، انا بحب الكيان، انا زملكاوي، انا بنتمي للنادي ده، وبعدين في مصالح او خلافات قد تكون شخصيه او موضوعيه، لكن في لحظه ما لازم الخلافات سواء شخصيه او تتعلق بحاجه موضوعيه تتوارى الان من اجل احتفاليه جميله شيك تليق بنادي الزمالك. هو ده الواحد بيفهمه يعني. بص يعني انا بستغرب قوي ان الصراعات والخلافات في الرياضه او في الانديه او في الاتحادات، يعني خلي بالك انها مش في الزمالك بس، يعني موجوده في كثير من الانديه وفي كثير من الاتحادات، وانهم متطوعين وان 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 المصالح، لا المصالح يعني لازم تتوارى قدام الكيان. الكيان ده حاجه مهمه جدا وتاريخ مهم، فلازم الناس تفكر بالطريقه دي. يعني ما زال الاهلي والزمالك الحب يعني مش بالكلام بس، يعني مش باللبوس البادج.